إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هو الموت وهو حث ودفع إليه وإلى غيره أن يظل عابداً متعبداً لا ينفك ولا ينفصل عن العبادة أبداً لا في صحة ولا في مرض ولا في حضر ولا في سفر حتى ذكر الصحابة عنه رضي الله عنهم حتى في مرضه الذي قبض فيه كان يأتي إلى الصلاة وكان يتوكأ على كتف الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكانت قدماه تجران بالأرض لم يتوقف مطلقا من العبادة حتى في أواخر أيام حياته فإذا كان الأمر له وكذلك لنا ألا نتوقف مطلقا عن العبادة وإن كانت فيها الفرض وفيها النفل فلا يعذر الإنسان بتركه الفرض لكن ماذا عليه والنفل علينا الإكثار إخواني الكرام من النفل والتنفل إن كان صياما وإن كان صدقة وإن كان صلاة لا نتوقف إن الأمر في يوم القيامة توضع الفرائض فإذا هنالك من النقص في الصلاة من أين تكمل؟ تكمل من النافلة وإذا كان هنالك النقص من الصيام يكمل من النافلة فإذا لم تتوفر النوافل لا شك دخل الإنسان في أمر عويص في أمر عظيم وهذا الدين من طبيعته اليسر كما قال صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا لم يتوقف الصيام على الفريضة نعم رحل لكنه سوف يعود طوال فترة رحيله الفرض هذا لم نترك سدى بلا صيام هنالك صيام شوال ومن أتبع صيام شوال مع صيام رمضان كأنما صام الدهر كله باعتبار الحسنة بعشر أمثالها ثم حتى بانقضاء شوال لا ينقض الصيام النفلي هنالك الصيام الأسبوعي الاثنين والخميس وهلم جرى ثم يأتينا يوم عرفات وكل ذلك من الصيام النفلي ليس بشاق على المسلم إنما يحتاج منا إلى عزيمة ولذلك روى البخاري ومسلم في الصحيحين رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتانا يمشي أتيته هرولة حسب القرب وحسب الهمة وحسب العزيمة من تقرب إلى الله أكثر تقرب الله إليه أكثر وهذا معناه لا نضيع ولا نهمل الفريضة ثم لا نضيع ولا نهمل النافلة وتلك النوافل لا شك هي في رصيد المسلم وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال رضي الله عنه وارضاه قال له يا بلال إنني سمعت خشخشة عليك في الجنة
ماذا كنت تفعل؟ قال: والله يا رسول الله ما توضأت إلا وصليت ركعتين. أي زاد مع النوافل نوافل. فكانت له رصيداً أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام خطى بلال وهي تمشي في الجنة. ولذلك هذه الدنيا يا إخواني الكرام دار كبد ومكابدة، لا راحة للمؤمن إلا في جنة الله عز وجل. إذن نتقرب إلى الله عز وجل، من تقرب إليه شبراً تقرب منه ذراعاً، من تقرب إليه ذراعاً تقرب منه باعاً، من أتاه يمشي أتاه هرولة. ثم نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رواية أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه فيما يروي عن ربه عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن هنالك قربات إذا تمت من المسلم وهو في حياته عن يقين كامل وعن قناعة كاملة وعن نية صادقة صار وليا لله عز وجل. وكلما كانت القربات أكثر كان تقرب المولى إلى العبد أكثر. قال: حتى أي ما يسمع إلا خيرا، ولا يرى إلا خيرا، ولا يبطش بيديه إلا خيرا، ولا يمشي بأقدامه إلا إلى الخير. إذن هذه النوافل لها التأثير الإيجابي للمسلم عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن الإكثار الإكثار، ولا نقول كما قال الشاعر عن رمضان: رمضان ولا هات يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. لا نعود إلى المعصية، ولا نعود إلى الرذيلة، ولا نعود إلى سالف أفعالنا القبيحة، إنما نستمر على التقوى وعلى الصلاح وعلى الإيمان حتى نلاقي المولى عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، روى الشيخان في الصحيحين بسنديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. في رواية: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. إذن هذه الجنة الطريق إليها محفوف بالمكاره، والنار الطريق إليها محفوف بالشهوات، والإنسان في مفترق الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من طوع نفسه على طاعة الله وابتعد عن الحرام كان أقرب إلى الجنة، وكلما طوعت له نفسه إلى المعصية أياً كانت فهو في الطريق إلى جهنم. إذن يسعى المسلم سعياً طيباً أن يكابد وأن يخالف هذه النفس في هواها، إذا فعل ذلك فهو إلى طريق الجنة أقرب وإلى طريق السلامة أقرب. ولا يظن المسلم أنه عاش سدى ويعيش سدى، إنما يتذكر دائما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إذن هذا الأمر متابعة على البدن، متابعة على الروح، على كلمات وألفاظ هذا اللسان
يحاسب عليها يوم القيامة. إذن نجبر هذا البدن على الطاعة، وهذا أمر هين، فالموفق من وفقه الله. وإن الله عز وجل ييسر للعبد المسلم كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على ذلك، أن هذا المسلم لو سار على طريق الخير أعانه الله، ولو سار على طريق الشر فقد جنى على نفسه. دل لا نجني على أنفسنا بهذا العمر وبعد طاعات كثيرة لا نعود ولا نرجع القهقرة في حياتنا، بل نتمسك ونمشي في الطريق كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك على كل سبيل منها شيطان، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وقال: هذا صراط الله، ثم خط خطوطا قصيرة وقال: هذه سبل. على كل سبيل منها شيطان. إذن المسلم يوطد النفس من الآن وينظر أمامه إلى الجنة، أن يصل إلى ذلك الموقع مهما كلف، مهما بذل من مال، مهما بذل من جهد، مهما بذل من طاعة، فإن الراحة الأبدية عند دخول المسلم إلى جنة الله عز وجل. ونسأله عز وجل أن نكون جميعا فيها، وأن يغفر الله لنا أجمعين، ويتوب الله عنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام، وانصر الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وارحمنا وأموات المسلمين وأحياء المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.